السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ درس جديد اسمه كيف اصف الحركة. ولكن قبل ما هنبدأ نذكر مع بعض القيمة الشهرية عن المشاركة والقيمة الاسبوعية عن الكرم. هنتفرج على الفيديو. أنا في انتظارك، مع السلامة. هل سيزورنا أحد اليوم؟ نعم، إنه جارنا في العمارة المواجهة، ونلتقي دائما في المسجد. وما سبب هذه الزيارة المفاجئة؟ هل حدث أمر ما؟ لا تقلق، كل ما في الأمر أنه من دولة أخرى وسيغادر المملكة لعدة شهور لزيارة أسرته، فدعوته لتناول الطعام قبل سفره. يبدو أن لدينا ضيف. هل بإمكانك تحضير بعض الطعام لنأكل أنا والضيف وفقوا السرية؟ بالطبع، على الرحب والسعة. ولكن قبل الطعام نريد قهوتك المميزة وبعض التمر. يمكن تحضيرها قبل أن تطلبها. لماذا كل هذه الحفاوة؟ هل الضيف صديق قديم؟ سوف تخبرك أمي، وأنا سوف أذهب لأجلس مع الضيف. أخبريني يا أمي. إنه الكرم يا نورة، يجب أن نقدم الضيف حتى لو لم يكن صديقا مقربا. ما كل هذا؟ إنه لكرم منك يا فواز. أنا أفعل ما علمني أبي أن أفعله، وقد علمني أن أكرم الضيف. بالطبع، فوالدك من الكرماء ومن أنبل الرجال الذين عرفت. شكرا لك، نحن في غاية السعادة بزيارتك ونتمنى أن نطول بقاءك معنا. أشكرك، ولكن أخشى أن أتأخر عن موعد إقلاع رحلتك. سوف أقوم بتوصيلك إلى المطار، فليس لدي أي عمل اليوم. وأنا سأذهب معكما. إنه حقا بيت كرم موجود. سوف أخبر أسرتي أن جيراني في هذا البلد من أطيب الناس. طيب نيجي لدرسنا النهاردة، بيتكلم عن كيف أصف الحركة. طيب تعالوا كده نشوف انا ازاي انا ممكن اتحرك. انا لو انا عايزة اتحرك مثلا، ايه هي الامكانيات اللي تخليني ممكن اتحرك، او انا ممكن اتحرك ازاي؟ اول حاجة انا ممكن امشي، وممكن اركض، وممكن اقفز، وممكن ان انا ادور، صح؟ يبقى دي كلها ايه؟ كل دي انواع حركة. انا هنا شايفة ايه دلوقتي؟ اهو شايفة ولد بيقفز، شايفة ولد بيجري، ولد بيدور، ولد بيركض. يعني انا عندي انواع كتيرة جدا من الحركة. مظبوط. طيب انا هنا عندي اول واحد خالص بيعمل ايه؟ عندي اول واحد هنا بيعمل ايه؟ عندي هنا بيركض. طب هنا تاني واحد بيعمل ايه؟ بيقفز، بيلعب وبيقفز. طيب تالت واحد هنا بيعمل ايه؟ بيدور. مظبوط. طيب هنا بيعمل ايه؟ بيمشي. يبقى انا عندي انه الانسان ممكن ان هو يتحرك بكذا طريقة، ممكن ان هو يقفز ويدور ويركض ويمشي. استطيع ان اتحرك بطرق مختلفة، امشي، اركض، اقفز، ادور. استطيع ان اتحرك بطرق مختلفة، امشي، اركض، اقفز، ادور. طيب انا لو جيت انا هنا عندي جدول في كذا نوع من الحركة، في عندي بيقفز وبيركض وبيدور وبيمشي. لو جينا سألنا مثلا ايه اكتر حاجة من الطلاب بيعملوها هنا،
انا عندي هنا مثلا طالب واحد بيقفز، وهنا عندي ثلاثة بيركضوا، واثنين دوران، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة مشي. يبقى انا عندي هنا ايه هي اكتر حاجة، ايه اكتر حاجة الناس بتعملها؟ عندي المشي، لان المشي عندي فيه كام؟ عندي هم خمسة. طيب ما عدد الطلاب الذين يركضون؟ عندي اللي بيركض كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة. يبقى أنا عندي كام واحد؟ تلاتة. يبقى يمكن استخدام مفردات الحركة لوصف حركات الأشياء المختلفة. يمكن استخدام مفردات الحركة لوصف حركات الأشياء المختلفة. يبقى أنا هنا اتعلمت من درسي إيه؟ إنه أستطيع أن أتحرك بطرق مختلفة، أمشي، أركض، أقفز، أدور. أستطيع أن أتحرك بطرق مختلفة، أمشي، أركض، أقفز، أدور. طيب أنا هنا عندي البعض من الأسئلة عايزين نحلهم مع بعض. أول حاجة خالص بيقول لي إيه؟ أستطيع أن بسرعة كبيرة. إيه اللي أنا ممكن أعمله بسرعة كبيرة؟ ممكن أركض بسرعة كبيرة، وممكن أمشي بسرعة كبيرة. طيب أستطيع أن إيه على رجل واحدة؟ ممكن أمشي على رجل واحدة؟ لأ. ممكن أركض على رجل واحدة؟ برضو لأ. يبقى أنا ممكن أعمل إيه؟ أقفز على إيه؟ على رجل واحدة. طيب إحنا هنا قدامي أشخاص، عايزين نشوف الأشخاص هنا بيعملوا إيه. نيجي هنا، ده بيركض ولا بيقفز؟ فكري فيها كده، يركض ولا يقفز؟ ممتاز، بيقفز. طب تاني واحد بيعمل إيه؟ يمشي ولا يركض؟ يمشي ولا يركض؟ ممتاز، يركض. هنا يمشي ولا يقفز؟ يمشي ولا يقفز؟ يلا فكري انت فيها بقى عشان انت تحليها لوحدك. كده احنا خلصنا درسنا النهاردة، اشوفكم في الدرس الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.